نثبت لكم انها طريقه فعاله او مش فعاله. نحط يا ريت لها لو هاي الورقة اللي بسم الله حطيناها. الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اسعد الله اوقاتكم في كل لحظه وحين. حبينا اليوم نعمل معكم حلقه عن منتج جديد ان شاء الله راح يدخل عندنا على منحلنا، وراح ينطرح بالاسواق المحليه قريبا ان شاء الله تعالى. اليوم حبينا نجربه امامكم، هذا لعلاج الفار، وطبعا هذا من انتاجنا بس بده شويه وقت ان شاء الله. هذا طبعا يستخدم عن طريق وضعه في الدخول، طبعا هذا كلياته طبيعي ما في مواد كيماويه نهائيه. اليوم حبينا نعمل معكم هاي التجربه عشان تشوفوها امامكم وتلاحظوا انه فعال الفاروه او انه مش فعال الفاروه. ان شاء الله راح يدخل الاسواق المحليه قريبا باذن الله تعالى. خليكم على هذا يا اخوان، بنوضع بالدخول، بنوضع بالدخول قابل للذوبان وتبخير، عن طريق يعني يعالج الفاروة عن طريق التبخير. خليكم معنا، خلينا نشوف، ندخله على خلية، ندخله على خلية ونشوف شو مدى تعاريشه امامكم ان شاء الله تعالى. خليكم معاي ولاحظوا معنا خطوة بخطوة. ندخله على الخلية هاي، طبعا يا اخوان بتتم عن طريق التدخين، دخن امام الخلية، داخل امام الخليه مثل ما انت شايف هيك بالطريقه هاي. بعدين بتقوم بالتدخين عليها كمان من المنطقه هاي من الاعلى، حتى انه شو خليه جوا دخن كامله بهاي الماده. طبعا هو هذا كمان يعتبر من ايش؟ يعتبر من المواد المهدئه للنحل عند الكشف على على الخلايا النحليه في المنحل. نقوم بالاغلاق عليها، نفتح هاي مثل ما انتم ملاحظين. هاي طبعا طريقه تعتبر طريقه جيده بدل العلاجات الكيماويه. بنجيب هون يا اخوان ورقه بيضاء مثل ما انتم شايفين، مدهون بماده الزيت او مدهون بماده الفازلين عشان نورجيكم، بس نثبت لكم انها طريقه فعاله او مش فعاله. يا ريت لو تمسك لي هاي بس هيك. شايفين يا اخوان، نقوم نضعها وين؟ اسفل اسفل الاطارات، اقوم بوضعها اسفل الاطارات. هاي طريقه ان شاء الله راح تشوفوها مباشره. نستنى عليها هاي الخليه قديش؟ نستنى عليها تقريبا ربع ساعه نص ساعه، بنرجع نفتح نطول الورقه عشان نشوف كميه الفاروه اللي تم اصطيادها او اللي تم قتلها من هاي الماده. هاي مثل ما حكينا لكم تعتبر مادة بديلة مادة بديلة للعلاجات الكيماوية لعلاج الفاروة. خلينا نشوف كمان، نعمل واحدة للخلية هاي، هاي كمان واحدة هون. هذا ان شاء الله راح يتم طرحه بالاسواق المحلية مبدئيا قريبا جدا ان شاء الله تعالى. طبعا يا اخوان من انتاجنا، هو من انتاج من انتاجنا، راح نطبع عليه اسم قناتنا ان شاء الله تعالى في القريب ان شاء الله تعالى. هاي كمان كمان ورقه مثل ما انتم ملاحظين، تحت عش تحت الاطارات، تحت الاطارات النحليه اللي تم وضعها هاي الورقه. هاي احنا بنشتغل عليها من زمان جربناها، بس احنا بدنا عشان نورجيكم في ناس ما راح تصدق يعني. اي والله هالورقه من هيك بتشوف، هاي هون في مشكله، حملونا شوي يا اخوان بس انا بقول لك كيف نسوي فيها هاي. طبعا يعتبر علاج يا اخوان، علاج فعال لمرض الفار وعده امراض اخرى كمان، وايضا بهدئ من النحل، بهدئ من شراسه النحل في حاله التدخين، بهدئ من شراسه النحل مثل ما انتم ملاحظين. طبعا الفاروه هي بتكون من الخلايا الضعيفه، الخلايا القويه ما بكون فيها فاروه، تكون مكافحه للفاروه الخلايا القويه، اما الخلايا الضعيفه تكون فيها فاروه. هاي وضعناها كمان بالطريقه هاي، حتى شو هاي كمان نرجع لها كمان بعد قليل.
نرجع لها هاي الخليه بعد قليل كمان مثل هي والثاني الخليه اللي قبلها ونشوف شو اللي صار. ان شاء الله انها راح تكون رايح راح تكون صايده الباروه على الورقه عشان تشوفوا انه هاي طبعا مثل ما حكينا شو يا اخوان من منتجاتنا من منتجات المنحل. طبعا هاي اجتهدوا عليها الشباب عندنا في المنحل وعملوا عليها عدة تجارب عدة ابحاث اثبتت نجاحتها اثبت نجاحها هاي المادة بنسبة 95 الى 97%. فحصت في المعمل اثبتت نجاحها ايضا في المعامل المخبرية. هاي المادة قيد الطرح في الاسواق المحلية ان شاء الله ان شاء الله تعالى. وخليكم معنا في كل جديد. راح نرجع كمان شوي بس استنى عليها ربع ساعة إلى نص ساعة ونرجع نفتح على الخليج نشوف عملية اصطياد الباروة. أعزائي المشاهدين بعد نص ساعة تقريبا عشان نشوف النتيجة تحت الباروة. بس تحملونا دقيقة يا إخوان بس حبيب ما ألبس عشان شغلنا التصوير. تحملونا يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف هسه شو صار. هاي الخلية طبعا اللي حكينا لكم عنها اللي عملنا لها معالجة باروة. الخلايانا نظيفة هي من الباروة بس يعني بتلاقي حبات لما تلاقي حبات يعني كل خلية مستحيل الخلية تخلى من الباروة. هنشوف اضطرينا نفتح عليها من الأعلى احنا عشان ايش هاي يا اخوان الورقة اللي حطيناها هاي الورقة اللي حطيناها هسع شو دقيقة بس خل نسكر على الخلية لو سمحت. تحملونا يا اخوان. هاي ما شاء الله طل هاي ما شاء الله شو وضع هاي الباروة شو وضع وضح التصوير هسع نشوف بس دقيقة يا اخوان هسع بنحط المكان نحط المكان بس وتاخذوا على مكان فيه بس واضح التصوير هون. هاي يا اخوان في كم حبه يعني مش كثير هو هاي شايفين هاي كم حبه هاي واحده هاي ثنتين هاي ثلاث هاي عراس دقيقه بس اجيب دقيقه تحملونا يا اخوان عشان احنا بس يعني نثبت لكم انه ما شاء الله العلاج فعال. احنا بدل المواد الكيماويه هاي يا اخوان ها اذا التصوير واضح راس العوده هاي واحده هاي ثنتين هاي ثلاث هاي اربعه هاي خمسه هاي سته هاي واحده كمان هون سبعه هاي واحده هون ثمانيه. هاي يا اخوان الورقة الأولى فيها ثمان حبات تقريبا ثمان حبات شايفين هذا يا اخوان العلاج اللي حكينا لكم عنه. طبعا هذا لو تقرب هذا عشان الصوت بس لأن الصوت يا اخوان المايك تعطل. تحملونا بس اليوم هاي هيك شايفين ها هاي كمان الورقة الثانية. احنا مثل ما حكينا لكم نحل نظيف من الباروة بس يعني الخلايا ما بتخلى من الباروة نهائيا. الخلايا ما بتخلى من الباروة. شوف عندنا هون امسك لي اياها هاي هيك اياها من الوجه هذا ايوه هذا الوجه هذا خلي هاي هون كمان في حبات هاي واحدة هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة هاي كمان فيها ست حبات. هذا يا اخوان علاج يعتبر فعال لمرض الباروة لمكافحة مرض الباروة داخل الخلية. هاي مثل ما انتم شايفين يا اخوان هاي كمان هاي الورقة الأولى هاي فيها باروة مثل ما حكينا لكم عدينا لكم اياها فيها كمية يعني كمية قليلة هي من الباروة لأنه
احنا باستمرار نظل نعالج الفاروه. هذا علاج امن من الاعشاب، وهذا العلاج يا اخوان احنا طبعا استخرجناه من مناحلنا، من مناحلنا ان شاء الله راح قريبا يدخل على الاسواق المحليه ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.